نعم تفضل. السؤال الثاني، عندنا إمام الله يجزاه خير مسجد الجبلين في حائل. لا تحدد. نعم تفضل. يأخر نعم. الصلاة دائم، صلاة الفجر يأخرها نص ساعة أو ساعة إلا ربع. طيب. بحجة أنه الجماعة يكتملون وينتظر تواجدهم. طيب. يجب على الإمام أن يراعي أحوال المأمومين ولا يشق عليهم، فإذا اجتمعوا يعجل الصلاة، وإذا تأخروا أخر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وانصحوه عن هذا الأمر أن يعتدل، لا يسرع ويقيم الصلاة مبكرا فيحرم الناس من إدراك الصلاة، ولا يتأخر حتى يشق على الحاضرين، فيتوسط في هذا الأمر، ووفق الله الجميع. آمين. شكرا لكم.